كنا واقفين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. قل إني أمرت أن أعبد الله. لا إله إلا الله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الله 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 الله. وأمرت لأن أكون أولا الله يا سيدنا. ما شاء الله. قل إني أمرت أن أعبد الله. الله 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 الله. أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. يا سلام يا سلام. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوه فبشر عباد.
فبشر عباد. فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. الله 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 الله. أولئك الذين هداهم الله. الله 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 الله. فبشر عباد الذين يستمعون القول. الله. فبشر عباد. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. الله 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 الله. أولئك الذين هداهم الله. هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الله 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 الله. ما شاء الله يا مولانا ما شاء الله. أنا عارف أحبابنا الكرام دلوقتي هم بيتابعوا عايزين الشيخ الخضر يفضل يقرأ، ولما يجوا عند الشيخ جمال عايزين الشيخ جمال يكمل ما شاء الله. ودي هي دي البركة، وبركة اللقاء وبركة القرآن الكريم وبركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.